خليني أسألك يا دكتور في البداية، يعني إيه التمثيل الغذائي أو متلازمة التمثيل الغذائي؟ طيب خليني أقول لك كل سنة وأنت طيبة الأول. وحضرتك بألف كل صحة سنة وسلامة. وإحنا كلنا طيبين ومصر طيبة يا وإن رب شاء الله يا رب تكون السنة دي سنة خير إن شاء يا الله. يا رب إن يا شاء رب الله. على مصر وعلى العالم يا كله. رب يا يا رب رب. يا أهلا بيكي. إحنا عايزين نشرح الأول التعريف بتاع اللي حضرتك بتقوليه، متلازمة التمثيل الغذائي أو متلازمة الأيض أو سيندروم إكس زي ما بنسميه. تمام، عايزين نشرحه الأول وبعد صحيح. كده هنعرف إيه اللي حاصل جواه. يعني متلازمة التمثيل الغذائي، هنشرح الأول كلمة التمثيل الغذائي. الكائنات بتنقسم إلى جزئين، كائنات ذاتية يعني بتاكل بتعمل أكلها جواها وبتحلله وبتعمل منه طاقة وتستفيد منه، وكائنات زي حالاتنا كده لازم ناكل أكل من بره ويتحول بعمليات حيوية داخل الجسم. أيوة. تحوله إلى طاقة نستعملها دلوقتي وطاقة تتخزن لوقت الحاجة، هي دي كلمة التمثيل الغذائي. تمام. إحنا نحول غذائنا إلى طاقة. تمام. إيه اللي بيحصل في رحلة الأكل؟ كل الأكل تقريبا بيتحول إلى جلوكوز. لما البنكرياس بيستشعر الجلوكوز بيبتدي يفرز إنسولين، يفرز إنسولين علشان يفتح مستقبلات على الخلية تدخل الجلوكوز جوه الخلية ويستفيد منها الخلية بالطاقة اللي هي عايزة تعملها. تمام. العملية دي بتحصل على جزئين، جزء هضم للمواد الغذائية والكلام ده بيخرج منه طاقة تستعمله، الجزء الثاني اللي هو البناء بقى في بناء الطاقة ودخول الإنسولين ودخول السكر والكلام ده. أي عملية دخول السكر بواسطة الإنسولين دي بتفضل كده على طول في الحدود الأرقام المعقولة، صحيح، وفي حدود السكر المعقول وفي حدود الإنسولين المعقول. بيفضل الإنسان يأكل في سكريات، يزود السكريات، يزيد السكر في الدم، يفضل البنكرياس يطلع له إنسولين عشان يقدر يدخله. أي العملية دي مش لا محدودة. الأول لما السكر بيزيد بيبتدي يتحوش ويعمل، هنعرف إزاي، لغاية لما يعني الإنسولين ده نفسه بياخد الزيادة يحولها لجلايكوجين يوديها للكبد علشان يحتفظ بيها. السكر الزيادة برضو بيتحد مع حاجة اسمها جليسرول وتتحول إلى دهون ثلاثية تترسب في الجسم كله، ومن هنا كل حاجة بقولها من كل هنا ده من فيها السكر. مشاكل. طب من أكل السكر زيادة آه. يبتدي يحصل لنا سمنة، تحصل إن المستقبلات دي تتعب لأن هي مش لا محدودة. لما هيحصل سمنة هيحصل مقاومة لعمل الإنسولين ومقاومة لعمل الأبواب البوابات اللي بتدخل اللي بتخلي الإنسولين يشتغل عليها زي المفتاح يفتح يدخل الجلوكوز جوه تمام جوه الخلية. قلنا العملية دي مش لا محدودة، بتفضل تعمل كده تعمل كده تعمل كده لحد المستقبلات دي ما بتبوظ. تحصل هنا المشكلة الكبيرة اللي اسمها زيادة مقاومة الجسم للإنسولين. يبقى أنا عندي برة في الدم سكر زيادة وإنسولين زيادة ودهون مترسبة جوه الخلية، كل ده بيضاد عمل الإنسولين، زائد حاجات هنقولها وإحنا بنقول إيه أسباب المتلازمة. كل ده بيضاد إن الإنسولين يشتغل كويس. في عندنا خلايا في جسمنا ما تقدرش تستغنى عن السكر. أيوة. هي بتبقى شايفة السكر بره وكمان في إنسولين ومحرومة مش قادر يدخل لها لأنه كل الخلايا دي باظت. منها حاجة مهمة جدا. أيوة. جدا اللي هي خلايا المخ. يبتدي الإنسان يجي يقولك أنا الذاكرة بتاعتي بقت وحشة جدا. أيوة. أنا بحط حاجة مش عارف هي فين، أنا بعمل حاجة. إحنا عرفنا سبب أهو من أسباب إن الذاكرة بتقل شوية لدرجة إن هي بتبقى من أول فقد بسيط للذاكرة زي عندنا كلنا إلى الزهايمر. لغاية الألزهايمر، الألزهايمر حطوا له حاجة من النظريات بتاعته إن هو يعني سموه اسم كده إن هو النوع الثالث من السكر، نتيجة إن هو عند في المخ وفي الكلام ده كله في مقاومة لعمل الإنسولين. علشان كده دايما مرضى الألزهايمر بيمنعوهم من أكل السكريات. تمام. يبقى إحنا عندنا نتيجة
اللخبطه دي ونتيجه انه حصل مشكله في الـ في الـ في الابواب اللي بتدخل السكر، حصل لنا زياده مقاومه السكر، زياده أيوة. مقاومه الجسم لعمل الانسولين. هنعرف برضو ان الانسولين مش بس بيشتغل كهرمون يدخل السكر، دي اللي احنا عارفينه عنه بس. صحيح. الانسولين له حاجات كتير جدا. الانسولين اولا هرمون بناء، وهنتكلم على في الاسباب انه هرمونات البناء لازم تشتغل بالليل. هنقول الانسولين له عمل على الهرمونات، علشان كده من اكتر على الهرمونات وعلى نمو الخلايا، عشان كده من اكتر الاورام اللي بتحصل نتيجه مقاومه الجسم للانسولين وزياده الانسولين في الجسم حاجتين، اللي هما اكتر من حاجتين كمان، اللي هما بيحصل تكيسات في المبيض، ودي عند البنات يعني والسيدات والكلام ده. تمام. بيحصل مشكله في الرجال على مستوى التستوستيرون، وبرضو يبتدوا يشتكوا من مشاكل في الانجاب ومشاكل على المستوى الحاله الجنسيه والكلام ده، تبتدي تحصل مشاكل اورام البروستات وامرام اورام الثدي. طب دكتور ده معناها ان دول مرضى سكر او يعني احنا ولا احنا ده بنتكلم على ده بس زياده الانسولين مقاومه فقط. الجسم أيوة فخلت انسولين بره وسكر يعني. عشان كده كنت عايزه اسال حضرتك في فكره انه يعني انا كنت سمعت انه الناس اللي بيبقى عندهم فكره مقاومه الانسولين ده من العلامات او الاعراض اللي عندهم مثلا انه بعد ما ياكل بربع تلت ساعه يلاقي نفسه جعان تاني. هل الكلام ده يعني صحيح؟ يعني احنا ما عندناش حاجه، بس يجي يعمل تحليل سكر ما يلاقيش عنده تمام سكر. تمام. يعني بيبقى عنده الاعراض بس لما يجي يعمل التحليل ما يبقاش، او يبقى عنده فجاه كده حاله شراهه للسكر بشكل كبير قوي. ممكن طبعا ممكن، بس يعني احنا ما عندناش حاجه عرض، يعني حاجه تيجي تقولي انا عندي مقاومه انسولين. لا احنا بنشوف حاجه، وهو ده اللي هنعرفه. أيوة. في معنى كلمه متلازمه يعني ايه؟ تمام. متلازمه، متلازمه دي مجموعه من الاعراض مش الامراض. احنا يعني هنتكلم على اللي عندهم اعراض واللي عندهم امراض. تمام. متلازمه يعني مجموعه من الاعراض بتيجي مع بعض او ورا بعض. انا بدور عليها، العيان ما بيجيش يشتكي منها، عشان كده بقول لحضرتك مش بيجي يشتكي منها. بشوف حاجات اقول له انت خلي بالك قدامك حفره هتقع فيها. الاعراض دي عباره عن ايه مثلا؟ اول حاجه العيان او الشخص ممكن يعملها لنفسه، بنقيس محيط البطن. ايوه. من عند السره بنقيس المحيط الخصر، مفروض في الرجاله ما تزيدش عن 102 والستات ما يزيدش عن 88. وطبعا الارقام دي محطوطه لنا احنا هنا، مش محطوطه للناس الايشين ولا محطوط دي بتاعتنا احنا هنا. يعني حدش يقول ان دي مش بتاعت المصريين. يعني محدش يقول انها مش بتاعتنا. أيوة. طبعا بيتدخل فيها وفي الاسباب برضو اسباب وراثيه هنتكلم عليها. تمام. اول حاجه محيط احنا الخصر. نقيس محيط الخصر. تمام. تاني حاجه ضغط الدم. ضغط الدم مفروض ما يزيدش عن 135 على 85. ال 85 وال 135 دي ارقام طبيعيه ولكنها مش مثاليه. ده تاني حاجة بالنسبة للحاجة المثالية قد إيه؟ على كل واحد على حسب بقى سنه. أوكي. يعني عشان كده ما فيش حاجة رقم محدد. لا هي 135 على 85. تالت حاجة لخبطة الدهون زي ما قلنا. أيوة. لخبطة مستوى الدهون. أولا لخبطة مستوى الدهون الثلاثية زي ما قلنا إن السكر بيعمل الكلام ده. الدهون الثلاثية وتبقى أزيد من 150. لخبطة مستوى الدهون الكوليسترول الحميد على على كوليسترول الضار. تمام. بتلاقي الكوليسترول النافع اللي هو بيعتبر الحامل والناقل للكوليسترول الضار. أيوة. مفروض يبقى عند 40 بالنسبة للرجالة، مش أقل من 40 ومش أقل من 50 بالنسبة للستات. تمام. لو قل طبعا الدهون الضارة بتفضل تترسب في الأوعية الدموية والكلام ده، وتعمل لنا الحاجات اللي احنا بقى عارفينها، السكتات والجلطات والكلام ده كله. تمام. الحاجه بقى المهمه اللي هي رقم السكر. رقم السكر مفروض يبقى عند 100 صايم. لو 101 يعني احنا عندنا 100 ده طبيعي، 101 يعني من 100 ل 125 في السكر الصايم، ده بيعتبر في مرحله اسمها مرحله ما قبل السكر. ايوه.
اللي هو خلي بالك، اللي هو لا كده هو خلي بالك عند المية مع الحاجات دي. تمام. احنا عشان نشخص متلازمة التمثيل الغذائي دي لازم يبقى عندنا ثلاثة من الخمسة دول. نبتدي نقول خلي بالك انت قدامك حفرة هتعمل ثلاثة يعني في كوليسترول، يعني مثلا في حد محيط الخاص بتاعه الخاص كوليسترول وضغط مثلا او ضغط. تمام. بالنسبة للسكر احنا عندنا قلنا رقم من 100 من 100 ل 125 ده في مرحلة ما قبل السكر، 126 ده سكر بالنسبة للسكر الصايم. بالنسبة للسكر الفاطر من 140 ل 100 ل 200 دي المرحلة اللي هي ما قبل السكر، بعد كده بقى سكر.